أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الاجتماعية والثقافية والدينية. فنتمنى لكم مشاهدينا الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله سبحانه وتعالى جعل للدنيا نواميس وجعل للأجور أبواب عظيمة. من ضمن هذه الأجور ومن ضمن أبواب الرزق في الدنيا هو الحمد. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا وعد حق مباشر من الله سبحانه وتعالى، أي أن الحمد والشكر يستوجب بإذن الله الزيادة في الرزق. وأول باب من أبواب الشكر هو أن تدرك النعمة. إدراك النعمة هي أول باب من أبواب الشكر وأبواب الرزق، وعدم إدراك النعمة قد تكون هي أول باب من أبواب العقوبة. لما يعلم الإنسان أن ثوبه النظيف وسيارته الصالحة الطيبة هي نعمة من الله، هذا الأمر يفتح له باب الحمد. وإذا فتح لك باب الحمد فتح لك بإذن الله باب الزيادة. والإنسان متى ما حمد الله سبحانه وتعالى حافظ على هذه النعم، بل وقيد النعم، فالحمد هو سلاسل النعم. إخواني وأخواتي، عندما تقوم من نومك وتذهب إلى البرادة لتأخذ ماء طيب نظيف وتشربه، ثم ترجع إلى فراشك الوفير الوثير وتستريح وتنام، وأبنائك في غرفهم مغلقة أبوابهم مرتاحين، هذه من النعم العظيمة. وجدت بعض الدول، لما ذهبنا إلى بعض دول أفريقيا وبعض دول شرق آسيا، وجدنا من الناس من لا يملك منزل إلا الخيشة مالت العيش أو خيشة السكر اللي تكون من بلاستيك، يفتحونها ثم يخيطونها بالنص حتى تكون غطاء كبير، ثم يرفعونه على أعمدة ويتوارون تحت هذا الغطاء، وهذا هو منزلهم. إخواني وأخواتي، لما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يسوق لك أرزاق، ليس لأنك أذكى إنسان في العالم وليس لأنك أشطر إنسان في العالم، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يوفق ويسوق لك الأرزاق، وأرزاق الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا. تذكر معاي رزقه بالصحة، وتذكر معاي رزقه في الأولاد، وتذكر معاي أيضا أرزاقه التي لا تدركها أنت ولا تعلمها. كم من الأرزاق لا ندركها، ولكن الموفق هو من يدرك أرزاق الله سبحانه وتعالى ثم يحمد الله. خطورة عدم إدراك النعم هي أن يصل الإنسان إلى كفران النعم. ما تسمعون بعض الناس لما تقول له أحمد الله على النعم اللي عندك، يقول لك أحمد الله على ماذا؟ هذه الكلمة كلمة كفرية، كلمة خطيرة جدا. كأن الإنسان تقول له صل فيقول لك أصلي لماذا، أو تقول له اعبد الله فيعبد اعبد اعبد أو تقولها اعبد الله فيقول لك أعبد الله لماذا. هذه كلمة خطيرة جدا، بابها كان بسبب عدم إدراك النعمة. والله أن التليفون اللي بإيدك والتليفون اللي بإيدك هو نعمة يحلم بها غيركم، وكذلك الأبناء والذرية والأهل اللي حولكم هي نعمة يحلم بها غيركم. وكل ما أراد الإنسان أن يعلم نعم الله عليه فلينظر إلى من هو أقل منه بالنعمة، ولا ينظر إلى من هو أكثر منه في الظاهر. وزد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطيك من الأرزاق ما لا تدركه. مثلا لو أن إنسان عنده 100 دينار، أو شخصين عندهم 100 دينار، وهذا عنده 100 دينار. الأول أخذ 100 دينار وطلع بسيارته ومر للجمعية واشترى أغراض حق بيته، وذهب هو يا أبنائه وتعشوا وشرى ألعاب حق أطفاله واستانس، وبقى معاه 40 أو 50 دينار. بينما الثاني ذهب وطلع بالسيارة وتعطلت السيارة وصلح السيارة حتى ما بقي معه
إلا 5 دنانير أو 10 دنانير. هذا الإنسان الأول بارك له الله في هذا الرزق، وهذا الإنسان الثاني ابتلاه الله بهذا الرزق. لذلك الإنسان ليعلم أن أرزاق الله سبحانه وتعالى قد لا تدركها. أحيانا تكون بركة الرزق هي من أعظم النعم، أحيانا تكون عدم جعل الأمور تتوقف بوجهك هي من النعم العظيمة. لذلك ليدرك الإنسان أن نعم الله عظيمة، ولا ينظر لنفسه على أنه يستحق أكثر، بل هذه أرزاق مفاتيحها عند الله سبحانه وتعالى. ادعو الله واطلب الله سبحانه وتعالى، أليس الله هو الرزاق سبحانه وتعالى؟ وأليس الله سبحانه وتعالى هو الشكور وهو الحميد سبحانه وتعالى؟ ومعنى هذا أن الله يجازي الأجور العظيمة على العمل اليسير. فلو أردت بابا من أبواب الرزق عظيم جدا لا يمكن أن يتأخر الرزق عنك فيه، عليك بالحمد وعليك بالدعاء، وقبل أن تطلب أي شيء احمد الله على ما عندك. فهذا باب عظيم من أبواب الأرزاق. وكذلك حتى الاستغفار وهذه العبادات والأذكار إخواني وأخواتي لها ميزة عظيمة، أن بعض العبادات وبعض الطاعات يعني تجد أجرها في الدنيا قبل الآخرة. مثال ذلك الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، الصدقة لها أجر في الآخرة وكذلك لها أثر في الدنيا. وكذلك الاستغفار، ألم يقل نوح عليه السلام فقلت يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل سواء الرزق من السماء مطرا حقيقيا أو يرسل الرزق إلى مكانك، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، أي يمددكم بالأموال حقيقة ويغنيكم عن الناس، وكذلك بنين. والله سبحانه وتعالى إذا أعطاك البنين فهو يعطيك إياهم بصحة طيبة بإذنه سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون من رزق بالبنين صحته طيبة بإذن الله تعالى. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، أي يجعل لكم مكان فيه أرزاق وأملاك من جنات ومن أنهار، بل وقد تكون بيوتكم نفسها كأنها الجنات والأنهار. هذه من العبادات التي يحرص الإنسان على أجرها في الدنيا والآخرة. وكل ما حرص الإنسان على باب من أبواب العبادة فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك. فالله سبحانه وتعالى هو الهادي، لا ذكائك ولا شطارتك ولا دهائك هو الذي يجعلك تتقرب إلى الله، بل هو توفيق الله سبحانه وتعالى. ألا تقولين في اليوم والليلة 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم؟ أنت مسلم المفروض أنك ما تدعو هذا الدعاء لأنك خلاص اهتديت، ولكن الزيادة في الهداية وبيان أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، وزد على ذلك قول الله تعالى في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك يا ربي نعبد ونوحد وإياك نستعين، على هذه العبادة نستعين بك يا الله على التقرب إليك. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى على أن يكون من الشاكرين الذاكرين، وهذا توفيق عظيم للعبد. ووالله أن أرزاق الله سبحانه وتعالى قد تراها في الدنيا وقد تخفى عنك في الدنيا لتكون عظيمة. لذلك بعض العبادات إخواني أجرها عظيم جدا، لو أعطيت الدنيا كلها لا تستحق، يعني لا تكفي أجر عملك، لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك بعض العبادات قد يؤخر الله سبحانه وتعالى لك الأجر فيها إلى الآخرة، لأن أجر عند الله سبحانه وتعالى يساوي الدنيا وما فيها. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم من أجمل تحية ومع السلامة.